اهلا وسهلا اخواني واحبائي عم نتابع في هذا الموضوع الشيق اللي هو المحبه. تكلمنا عن صفات المحبه الداخليه وهلا عم نتابع بصفات المحبه الالهيه في اطار التعامل مع العلاقات القريبه والحلقه الاولى. رح نكون رح يكون تاملنا من كورنثس الاولى 13 وعدد اربعه. بقول المحبه تتانى وترفق المحبه لا تحسد. بس هدول رح نتأمل عليهم في هذه الحلقة المحبة تتأنى يعني المحبة تنتظر على الآخرين تصبر على الآخرين تعطيهم مساحة أنهم يخطئوا لما يغلط الشخص بقولش مثلا سقط من عيوني تخيل الله بده يتعامل معنا هيك يقول لك سقط من عيوني منضيع إذا تعطي فرص ترفق يعني تتعامل بحنية بلين تصبح تصبر بحساسية كبيرة لشعور الشخص مثلا ابنك جاي بده يجيب لك الكاسه هو جاي وقعت الكاسه انكسرت ما عليه كيف هيك تمسكش الكاسه لا قول له شكرا بابا تمسك بتنظف ثاني مره بتقول له امسك الكاسه اشوف تعال ايوه ايوه شد ايدك ايوه لا لا امسك منيح ركز منيح طلع على الارض شد ايدك منيح اه برافو عليك تشجيع الرفق يعني بتكون سهل معه حتى يتعلم بغلاطيا ستة وعدد واحد بقول أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما يعني أخطأ فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا يعني ما تفكر أنا بتذكر مرة ب... يعني بشيء بطريقه فوقيه بقول لزوجتي انت ناسيه السياره مفتوحه كنا طالعين نتعشى تعشينا طلعنا من المطعم بطلع السياره مفتوحه انا نسيتها مفتوحه فيعني ناظرا الى نفسك لئلا تجرب انت ايضا فيش احد فينا بعيد عن الخطا الصفه الثالثه المحبه لا تحسد معروف عن الحسد هو تمني زوال النعمة عن ناس بتكرههم أو بتغار منهم وهي بتشمل كمان الأدعية السلبية الشريرة شرى سيارة جديدة بتقول إن شاء الله تنضرب إن شاء الله تروح إن شاء الله يعني بتتمنى أنه تزول النعمة عنهم آه هذا بيختلف عن الطموح ممكن تقول أنا بدي يكون عندي زيه أنا بدي أجد بس بدون ما أكرهه وبدون ما أتمني له الشر ففي فرق بين الاثنين الأدعية, الأدعية الشريرة المنطلقة بكل الوطن العربي للأسف دائما بنسمع أدعية أدعية سلبية على الغرب وعلى الكفار وعلى وعلى للأسف في مزمور 109 عدد 17 بقول إنه الدعاء السلبي ينقلب على الشخص قول الآية كالتالي وأحب اللعنة فأتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه يعني هو أحب يلعن يشتم أجته رجعت عليه اللعنة ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه البركة للأسف عشان هيك بتلاقي دولة مثل السعودية اللي عائمة على كنز من البترول بتقرير البؤس الاقتصادي العام 2018 هي رقم عشرة في مؤخرة العالم في الاقتصاد تخيلوا ما في بركة من كثر اللعنات اللي تطلق على الآخرين وهذا مبدأ إلهي مهم إذا أنا بدي أتبارك لازم أطلق بركة على الناس اللي حولي الحسد بحرقني وبالعكس على فكرة يعني لما الملك مؤاب بلاق بن صفورة طلب من بلعام يلعن شعب الرب الرب بالعكس باركه يعني الله مرات بحب يعني يجاكرنا بنقول بالقدسي يعني يتصرف ضد رغبتنا الاثيمه حتى يعلمنا درس، يعني بتقول ان شاء الله تنحرق السياره ان شاء الله كذا وبتدعي عليه بتلاقي هوب صار عنده سياره احسن، هوب انت صار عندك مصائب خسرت وبتلاقي حالك انت عم تنضمر وبتضع نفسك تحت لعنه وهو بالعكس الله عم يباركه اكثر واكثر. وانت بتصير غضبان اكثر الحل انك تتحرر من الحسد المحبه لا تحسد اذا هذه صفات رائعه جدا للمحبه تتانى وترفق المحبه لا, تح... لا تحسد فاذا هذه الثلاث صفات تعلمناها وان شاء الله بنعمه الرب رح نتابع في الحلقات القادمه عن صفات المحبه في اطار التعامل مع القريب شكرا لكم والى اللقاء